عدود عبد الرؤوف، متحصل على شهادة ماستر في التدقيق المحاسبي. خدمت ديجا في شركة وطنية، وين كنت محاسب في الشركة الوطنية هذه. كنت نشوف المشاريع اللي رامي يفوتوا في الشركة هذه، ومنه شركة وطنية هذه كانت تدير الألبسة وتخدمهم الألبسة، تدير لكونفيكسيون تاع الألبسة هذوما. منه حبيت نشوف ندخل الدومين هذا نتاع لافيلاتور نتاع الخيط. الدومين هذا في الجزائر ما عندناش فريمون شركه وطنيه اللي تخدم خيط ذو نوعيه، ما كانش. خرجت من الشركه اللي كنت خدام فيها، حوست وين درت التكوين هذا درته في لترونجي، درته في الخارج. رحت درت التكوين تاعي، التكوين لمدة 9 شهور، ومن بعد كي دخلت هنايا للجزائر حوست وين نقدر ندير التمويل تاع المشروع تاعي. اتجهت عند لونساج، وجهوني، كانوا كيما نقولوا في لورينتاسيون، كانوا معانا من الديبيو تاع البروجي حتى لا كونكريتيزاسيون، حتى وين كملنا البروجي. الشركه هذه شركه شبه عائليه، نخدموا فيها انا والاخت نتاعي. الهدف هو صنع منتوج ذو نوعيه، منتوج اللي يكون موافق للمعايير النوعيه، لمعايير اللي كيما باش نخدموا برودوي دو كاليتي. نخدموا عده منتوجات، من الخيط لو بلو سامبل، الخيط العادي، حتى الخيط لو بلو تكنيك، الخيط اللي يدخل في التركيبه نتاع البدلات نتاع الحمايه المدنيه. فوالا، نخدموا ثاني الخيط اللي يخدموا به الاحذيه الرياضيه، الاحذيه العاديه، الاحذيه ثاني اللي تدخل في النشاط تاع الحمايه المدنيه ثاني. ونطمح ثاني باش نكونوا باش نكبروا المؤسسه، باش ندخلوا ثاني المجال هذا من الباب الواسعه، نقدروا نخدموا حتى 650 بوبين بار جور. الوتيره نتاعنا هذه كي تكون كاينه لا كوموند، كي تكون كاينه الخدمه، نقدروا نزيدوا. خاطرش ماذا بينا ما حنايا نلبوا الطلب تاع لي كليون تاعنا. التناسق هو تناسق لا فورماسيون اون المان، التكوين اللي درته هذا في مجال الخيط، والتكوين اللي عندي من قبل في محاسبه، هو اللي خلاني نقدر نجيري لونتربريز تاعي اكطوالمون. هو اللي خلاني تاني كاين الجانب نتاع المؤسسه هنايا اللي راهو الجانب الداخلي في الانتاج وكلش، وكاين الجانب الخارجي تاني اللي هو مع الضرائب، مع لاكاسنوس، مع لاكناس. كاين جوانب اخرى اللي انا اللي راني ندير لها في لا جيستيون هذه، انا اللي راني نقوم بلي زيتاب هذوما. عندنا الاراده باش نصنعوا التغيير هذا، عندنا الاراده باش نخدموا. كاين دركا في المنتوج نتاعي، انا المنتوج تاعي الخيط، هذا المنتوج تاعي. كاين لو سوبور اللي نخدم فيه هنايا لو كون، هذا كون نلقاه وين يتخدم هنا ببري اللي يساعدني واللي نقدر نخدم به، ماذا بيا نخدم بالمنتوج الوطني وما نخدمش بالمنتوج المستورد. فلومبالاج، ماذا بيا وين الحاجه اللي نلقاها هنايا نخدم هنايا، ماذا بيا انا نزيد نشجع شركه واحده اخرى اللي راهو خدام هنايا، اللي راهو يدير في ان بروجي باش مام هو يسترزق، باش مام هو يحوس على كيما نقولوا حنا تطوير الصناعه ولا تطوير الاقتصاد الجزائري. حنا مؤسسات مصغره، بصح ماذا بينا نكونوا هذيك الهمزه ولا هذيك الفاصله اللي نسيو ننميو الاقتصاد نتاعنا. نصيحه للشباب الجزائري، ما لازمش نتوقفوا عند هذاك رحت وحطيت سيرة ذاتية نتاعي وما لقيتش خدمة. هذه هي وين نقدروا نطوروا في نفسنا، وين نقدروا نقال نحوس على اون ايدي انايا دو فار ان بروجي، فكرة اللي نطور بها المشروع نتاعي، فكرة اللي
ندير بها مشروع. كاين عندنا اكطويلمون في الوقت الحالي عندنا لونساج يشجعوا هاد لي بروجي. يلفو انوفي، لازم نحوسوا على الفكره اللي تخرج شويه على المجال اللي راهم فيه لا كونكورونس بزاف. فكره اللي هي تخليك تسيد تطور في الاقتصاد نتاعنا حنايا، فكره في المجال اللي راهي ناقصه فيها لا كونكورونس، راهي ناقصه فيها المنافسه، وين تقدر تخدم، وين تقدر تزيد تموديفي واش حبيت، وين تقدر تزيد بوكو بلوس ديداي. هذه هي. دونك كاين شباب جامعي شغل في الجامعه رانا قرينا، وفي الجامعه عندنا تكوين قاعدي نتاعنا، هذا كامل يعاونك ويساعدك باش تطور تتنهض في الاقتصاد اللي رانا فيها في الوقت الحالي. وكاين عندنا فرص، وعندنا واحد ما لازمش برك ما لازمش اسم من الحاله هذه.